بالنسبة للإشكالية ديال السير والجوال داخل مدينة أكادير فأكيد أنه ومن هذا المنبر يعني كنتقدموا يعني بالاعتذار ربما الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال بالأخص الازدحام في بعض المقاطع الطرقية والازدحام في بعض الطرقات. أكيد أنه هذا ناتج بالدرجة الأولى بسبب الأشغال وبسبب يعني تحويل واحد عدد ديال المقاطع الطرقية. إن شاء الله الرحمن الرحيم أظن بأنه الإضافة أو المجيء ديال واحد النوع ديال التنقل داخل مدينة أكادير اللي هو الحافلات ذات الجودة العالية أكيد أنها غادي تساهم بطريقة مباشرة في حل حالات إشكال التنقل العمومي كنقول عليه التنقل يعني داخل المجال الحضاري واللي يمكن لنا إن شاء الله الرحمن الرحيم في ضوء الاستراتيجيات اللي غادي نقوم بها داخل يعني هذه اللجنة ديال السير والجولة وداخل أيضا المجلس الجماعي أنه يكونوا حلول شمولية اللي يمكن لها كما قلت الجو مع الإكراه ديال التنقل وأيضا يعني تكون واحد الراحة في التنقل داخل المدينة ديال أكادير. ما نساوش بأنه كاين واحد الدراسة اليوم اللي سائرة المفعول اللي هي ديال كديرها ترونزيتك ديال الحركية داخل المدينة وإن شاء الله بمجرد يعني من توصلوا بهذا النهاية ديال الدراسة هذه يعني سيتم تفعيلها اللي كما قلنا للتجويد. الهدف الأساسي الأول هو تجويد التنقل والحركية داخل المدن ثم الهدف الثاني أيضا هو إعطاء وسائل يعني منتوج ديال النقل العمومي اللي يكون في المستوى ديال الساكنة وديال الزور ديال أكادير.